بكل تأكيد يمثل نمو عضلات البطن واكتساب المزيد من القوة هاجسا وحلما بالنسبة للرياضيين المبتدئين، فنمو تلك العضلات ليس أمرا سهلا وتمارينها ليست هينة على الإطلاق، ولأن المحترفين في الرياضة اجتازوا تلك المرحلة من القلق على عضلات بطونهم بعكس المبتدئين، لذلك سوف نناقش على مدار هذه الحلقة أفضل 10 تمارين لتقوية عضلات البطن والتي تعد مناسبة للمبتدئين. هذا التمرين لا يختلف عليه اثنان داخل صالات الجيم، فهو بالتأكيد ليس سهلا على الرغم من بساطته، وتكمن الأهمية الكبيرة لهذا التمرين بالنسبة للمبتدئين في أنه يمنح المبتدئين قوة كبيرة جدا لجميع أجزاء عضلات البطن دون استثناء، ليعد بذلك العضلات للنمو واكتساب المزيد من القوة والحجم بجانب تمارين عضلات البطن الأخرى. وكمبتدئ حاول الصمود لمدة 90 ثانية فقط مقسمة على 3 مرات بواقع 30 ثانية لكل مجموعة أو مرة. قبل ممارسة هذا التمرين عليك المحافظة على الرتم البطيء، لأن البطء في ممارسة هذا التمرين تزيد من الضغط على عضلات البطن وبالتحديد على الأجزاء الوسطى والعلوية وبنسبة أقل الأجزاء الجانبية. على أطراف أصابع قدميك وقبضتي يدك سوف تمارس هذا التمرين الرائع في استهداف عضلات البطن في مختلف أجزائها وجعلها أكثر مرونة بشكل كبير. هذا التمرين يتميز برتمه البطيء الذي سوف يزيد من الضغط على الأجزاء الجانبية لجسمك ويمنحك جانبين منحوتين لعضلات البطن، ولن يتوقف تأثير هذا التمرين على الأجزاء الجانبية، بل سوف تحصل على أجزاء وسطى قوية أيضا. حمل الأوزان الثقيلة والمشي بها لعدة أمتار وتكرار هذا الأمر له تأثير رائع على إذابة الدهون المتراكمة حول عضلات بطنك وعلى مستوى قوة تحمل وليونة تلك العضلات، لذلك ننصح المبتدئين القيام بهذا التمرين الذي سوف يستهدف أيضا منح ساعديك وذراعيك المزيد من القوة. هذا التمرين سوف يجعلك تشعر بعضلاتك وهي تكتسب القوة بسبب فاعليته الكبيرة، فعلى الرغم من أنه ليس من التمارين السهلة إلا أن نتائجه في منح عضلات البطن قوة في الأجزاء العلوية والسفلية والوسطى منها مضمونة ومؤكدة. حان وقت الشعور بالألم اللذيذ والمفيد. بالتأكيد ما نقصده بتلك العبارة هو استهداف الأجزاء السفلية من عضلات البطن بشكل أساسي، والتي تعد تمارينها من أصعب التمارين على الإطلاق، ولكن في عالم الرياضة لن تحصل على النتائج بدون ألم وبعض التضحيات، لذلك ممارسة هذا التمرين أمر ضروري في حالة ما إذا كنت ترغب في الحصول على عضلات بطن متكاملة. على الرغم من أن هذا التمرين لا يستهدف عضلات البطن، ولكنه يفعل ما هو أهم من ذلك، فهو يمنح عضلات أسفل الظهر التي تعد أهم عضلات الجسم والمسؤولة عن كل حركة تقوم بها المزيد من الليونة والقوة، حتى تدعم وتعزز قدرتك على ممارسة تمارين البطن بشكل أكثر سلاسة وليونة دون الشعور بأوجاع الظهر. لا تظن أنك كمبتدئ لن تقوم ببعض التمارين الصعبة، فأنت يجب أن تعتاد على قوة التمارين منذ البداية حتى تكون عضلاتك جاهزة لأي حمل تدريبي زائد. وبالنسبة لهذا التمرين فهو يعد من أفضل تمارين عضلات البطن على الإطلاق، لأن مفعوله لن يترك عضلة واحدة من أجزاء عضلات البطن المختلفة دون استهداف. أهمية هذا التمرين تكمن في أنه يعمل على زيادة مرونة عضلات الجسم بشكل عام ويزيد من قوة وصلابة عضلات البطن في نفس الوقت، وخصوصا الأجزاء الجانبية بالإضافة إلى الأجزاء العلوية والوسطى من عضلات بطنك. التزم بتلك المجموعة من التمارين وستحصل على عضلات بطن قوية وبطن خالية من أي دهون. لكن إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء دعما لقناة موسوعة هل تعلم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقات القادمة.